عندنا تاني حاجة تمام في الامتصاص، احنا كنا في السيمبل ديفيوجن، يعني ديفيوجن بيعدي على طول مش محتاج اي حاجة خالص، مش محتاج بس غير ان يكون مثلا التركيز بره كتير والتركيز جوه قليل، فيبدأ يتحرك الشيء، يتحرك من التركيز العالي للتركيز المنخفض. اما عندنا حاجة اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن، ديت من اسمها فاسيليتيتد، يعني ايه فاسيليتيتد؟ يعني مسهلة، يعني في حاجة بتسهلها، يعني امتصاص مسهل. يعني امتصاص مسهل يعني في حاجة لازم تكون موجودة عشان تسهل الامتصاص، والحاجة اللي لازم تكون موجودة عشان تسهل الامتصاص ده بيكون كارير. يعني ايه كارير؟ يعني شيال، شيال لازم يكون موجود عشان يشيل الحاجة من مكان لمكان، حاجة كده شبه الاسانسير. لو احنا عندنا اسانسير واحد بس بيشيل شخص واحد بس، فده معناه ان لو في شخص موجود الاسانسير هيطلع، ولكن لو في شخصين هياخد منهم شخص ويطلع وينزل لحد ما يفضى وياخد الشخص اللي بعده، عشان كده بيعتمد على الاسانسير ده وبنسميه الاسانسير دوت او الكارير او الشيال دوت اللي بيشيل حاجه، بنسمي الموضوع ده فاسيليتيتد ديفيوجن، يعني امتصاص مسهل. وبما ان الامتصاص بيعتمد على الكارير او بيعتمد على الاسانسير، فبالتالي احنا عندنا خاصيه مهمه جدا بتميز هذا السيمبل ديفيوجن. طبعا السيمبل ديفيوجن ده بيكون بيعتمد برضو على الكونسنتريشن جريدينت وعلى نفس الحاجات اللي احنا قلناها، كونسنتريشن جريدينت، سيرفيس اريا، سيرفيس اريا، سيلابيليتي، تمبريتشر، دي دول بيساعدوا. ثالث حاجه وثالث حاجات بيبطئوا ثيكنس، المولكيولار ويت، الفيسكوستي، دي حاجات بتساعد، ولكن ما ينفعش الحاجات ديت، يعني ما ينفعش الشيء ينتقل كده وخلاص، لا لازم يكون في شيال بيشيله. ليه في شيال بيشيله؟ لانه ما بيعرفش يعدي من السيل ممبرين، السيل ممبرين بيكون هو مثلا اكبر من السيل ممبرين، فمحتاج حاجه تدخله، محتاج زي مكان باب يدخل منه، لانه ما يعرفش يدخل من الحيطه، محتاج باب. طبعا انت مثلا لو عندك ناس كتير واقفه بره وهيدخلوا من باب، فبالتالي هم داخلين من باب ما ينفعش يدخلوا من الحيطه، فده فاسيليتيت الديفيوجن، لانهم بيعتمد على الباب اللي بيسهل له الدخول دوت، او الاسانسير اللي بيسهل له انه يطلع العماره. بيعتمد على ايه بقى الموضوع؟ يعني ايه المميز بين الفاسيليتيتد والسيمبل؟ السيمبل زي ما قلت لك ممكن يدخل من الحيطه، يدخل من اي مكان على طول، مش محتاج حاجه تسهل له الموضوع، اما الفاسيليتيتد محتاج حاجه تسهل له الموضوع. وعشان هو محتاج حاجه تسهل له الموضوع، فهو له خاصيه اسمها ساتوريشن بروبرتي. يعني ايه خاصيه التشبع؟ يعني ايه خاصيه التشبع؟ يعني انت لو عندك اسانسير زي ما قلت لك وطلع فيه شخص واحد بس، فبالتالي الشخص الثاني مش هينفع يطلع غير لما الاسانسير ده يفضى. اما في السيمبل ديفيوجن لا، مفيش حاجه اسمها خاصيه التشبع، على طول بيدخل طول ما هو في كونسنتريشن جريدينت، او طول ما في تمبريتشر، او طول ما في سيرفيس اريا كبيره الحاجه تنتقل على جوه، مثلا لو بره كتير تنتقل جوه قليله فتنتقل على جوه على طول. اما في الفاسيليتيد ديفيوجن حتى لو بره كتير وجوه قليل ولكن الاسانسير مشغول او الشيال مشغول، فمش هينفع الحاجه تدخل. ليه؟ لازم الشيال. فبتتميز بخاصيه التشبع ساتوريشن بروبرتي، لو الشيال مشغول فبالتالي هو شبعان، يعني بمعنى شبعان يعني، فيكون مش هيقدر يدخل الباقي، فلازم يفضل اول وبعدين يروح يجيب الباقي ويدخلهم. عندنا حاجه تانية او صفه تانية اسمها سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ بيكون مميز جدا. يعني ايه مميز؟ يعني البوابه ده او الشيال ده ما بيشيلش غير حاجه معينه، يعني يشيل مثلا افتراضا صوديوم، هيشيل صوديوم بس خلاص، هيجي بوتاسيوم مش هيشيله، هو صوديوم بس اللي هيتشال، او هو مثلا مغنيسيوم بس اللي هيتشال، هو مخصص على الكالسيوم بس، مثلا هو بيدخل كالسيوم، لو حاجه تانية مش هيدخلها، هو بس مخصص على الكالسيوم. فهو اول حاجه بيكون مخصص لشيء واحد بس، تاني حاجه بيتميز بخاصيه التشبع او الساتوريشن بروبرتي، ساتوريشن يعني تشبع. تالت خاصيه بقى بيتميز بيها، بيتميز بحاجه اسمها كومبيتيتيف انهيبشن. يعني ايه كلمه كومبيتيتيف انهيبشن؟ كلمه تقيله ولكنها بسيطه خالص. كومبيتيتيف انهيبشن، كومبيتيتيف يعني تنافس، انهيبشن يعني منع، يعني بيحصل منع للكارير او للشيال انه يشتغل عن طريق التنافس. يعني ايه عن طريق التنافس؟ هقول لك. المفروض الاسانسير معمول عشان يرفع البني ادمين، تمام؟ لكن لو واحد بني ادم ومعاه مثلا القطه بتاعته او الكلب بتاعه، الكلب ما ينفعش يدخل مع البني ادم الاسانسير، هو الاسانسير بيشيل حاجه واحده بس. فلو الكلب دخل الاسانسير تمام، فالاسانسير خلاص مش هينفع ياخد البني ادم. فكده حصل ايه؟ حصل منع للاسانسير انه يؤدي وظيفته. ايه هي وظيفته؟ انه يطلع البني ادمين. ما هو الاسانسير مش معمول عشان يطلع الكلاب، الاسانسير معمول عشان يطلع البني ادمين. ممكن نطلع الكلاب معانا بالمره، لكن هو معمول اصلا عشان يطلع البني ادمين. فلو مثلا في كلب دخل الاسانسير فخلاص البني ادم مش هيقدر يطلع، فبالتالي الاسانسير فقد الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو يطلع البني ادمين للبيوت بتاعه. برضو الشيال مثلا لو هو مخصص يطلع الكالسيوم لفوق، فلو جت حاجه شبه الكالسيوم، يعني هو مخصص للكالسيوم بس، لو جت حاجه شبه الكالسيوم هو ما قدرش يفرق ما بين الكالسيوم وبينها، وهي مسكت في الكارير، فكده يحصل انهيبشن، منع للكارير انه يشتغل ويؤدي وظيفته.
ليه؟ لان هو بقى يعمل وظيفة تانية مش وظيفته، فكده هو ما اداش الوظيفة بتاعته، حصل منع ان هو يشتغل او منع عن طريق التنافس، ان في دلوقتي مثلا كالسيوم ومواد تانية شبه الكالسيوم، الاثنين بدأوا يتنافسوا على نفس الكارير، بيتنافسوا مين اللي هيدخل ويمسك هو اللي في الشيال ده. لو الشيال اختار غصب عنه لان هو مش قادر يفرق الشيء اللي شبه الكالسيوم، فيبقى هنا حصل كومبيتيتيف انهيبشن، ان الكارير او 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 منع للكالسيوم عن طريق التنافس، هو ده الكومبيتيتيف انهيبشن. طبعا برضو التمبريتشر بتاثر والموضوع ده، بس السيرفيس اريا خلي بالك ما بتاثرش. انا ممكن اكون غصب عني غلطت من شويه قلت السيرفيس اريا بتاثر، لكنها ما بتاثرش. السوليبيليتي بتاعت السبستانس مش بتاثر، الحاجات دي السيرفيس اريا بتاثر في السيمبل ديفيوجن، لان الشيء يقدر يدخل من خلال كل الجدارات او اي كل الجدار بتاع الحيطه ممكن او السيمبرين يقدر يدخل من خلاله، فبالتالي كل ما السيرفيس اريا تزيد كل ما في السيمبل ديفيوجن الحاجه تقدر تعدي. اما في الفاسيليتي ديفيوجن هو لو السيرفيس اريا كبيره ولكن ما فيش غير بوابه واحده بس، فبالتالي هل الكالسيوم مثلا هيقدر يعدي؟ لا، هو محتاج البوابه بتاعته بس عشان يعدي منها، حتى لو السيرفيس اريا كبيره جدا، فبالتالي السيرفيس اريا مش تاثر. السوليبيليتي بتاعت السبستانس ما هي مش تاثر، ليه؟ لان هو اصلا ما بيعديش من السيل ممبرين، يعني حتى لو هو سوليبل هو مش هيعدي من السيل ممبرين، هو كده كده هيعدي من البوابه، فالسوليبيليتي والسيرفيس اريا مش بيأثروا. الفيسكاستي والمولكيولار ويت والثيكنس اوف ممبرين مش بيأثروا. المولكيولار ويت ممكن تاثر بشكل مختلف شويه لكن ما لناش دعوه دلوقتي. اما التمبريتشر هي ممكن تاثر عن طريق انها بتسرع الحركه. التمبريتشر بصفه عامه في الكيمستري او في الكيمياء كل ما الحراره تزيد ده دليل ان في حركه عاليه، فطبعا في حركه عاليه وحركه سريعه، فبالتالي الحاجه بتدخل بسرعه وتخرج بسرعه، فده لو الحركه بسرعه عاليه فيقدر يدخل الحاجه او يطلع الحاجه بسرعه. ثالث حاجه نتكلم عنها وهي الاكتيف ترانسبورت، وبعدين الاوزموس والفيزيكولار ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت